السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديال مامي بيبا. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد السلطه ديال الملوخيه. الناس اللي خارجين المغرب تعيطوا لها الباميه. غنحتاجوا الملوخيه وغنحتاجوا البصله هكا شنايف ومطيشه محكوكه. درت هنا جوج بصلات وهنا جوج هنا اربعه ديال المطيشات. وغادي نحتاجو ثومة 4 دريوس ومليحة والبابريكا والبزار وزيت العود. هادشي اللي غادي نحتاجوه. وبغيت نقول لكم على الملوخية، راها مزيانة للمعدة واخا هي غالية. دابا كدير 60-70 درهم، ولكن الواحد ياخد غير شي شوية باش يدير واحد ربعة 250 غرام. المهم الخضرة اللي جات فوقتها يحاول الواحد ياخدها، ولكن الأكثر هي الملوخية. عندك الملوخية والسلاوي والقوق، كاع الحاجة الخضرة مزيانة للمعدة. هذا مكان وسهلة مهلة، ما فيهاش شي حاجة، ما كاين لا لحم لا حتى شي حاجة. هذه غدا الدار غير هكاك، وكنسربيوها في غطيرات، كل واحد غطير ديالو، وكتجي لذيذه وممتازه. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نصبوها. بسم الله. غادي نديرو جهد جوج معالق حتى ثلاثه ديال زيت الزيتون. تن ثلاثة المعالق كبار إن شاء الله. وغادي نديرو البصلة تشحر. بسم الله. البصله خاصها تقطع هكا شنايف. ونخليها تشحر. دابا غادي نديرو نزيدو مطيشه. بسم الله. دابا غنخليو مطيشه حتى هي تشحر مزيان. غادي نرميو هاد الثومه والقامه. خلطو هاد البابريكا. راه انا مصوبها في الدار، راه كنشري ديك الفليفله الحمراء من عند العطار، نمسحها نحيد منها الغبره ونحلها ونسوسها ونديرها في الشمس. واللي ما عندوش فين يدير في الشمس يديرها في يشعل الفران حتى يسخن مزيان ويطفيه ويدير هاد هذا. ملي يخرج الخبز مثلا يديرها تسخن حتى تقرمل، ومن بعد يطحنها وصافي. غير ما يديرش منها بزاف باش ما تخسرش ليه، باش تبقى زوينه هكا. كتفاداو داكشي اللي كيديروا ديك البابريكا اللي كيديروا في الزنقه، راها ماشي صحيه ماشي مزيانه. هذا مكان. دابا غادي نغطيو على المطيشه
ونخليوها حتى تشحر، نخليوها تشحر ومن بعد نعريو عليها. حتى هي غنخليوها 5 دقائق تشحر مزيان صافي، وغادي نكملو. دابا غادي نزيدو واحد نص كاس د الماء فاش طيب الملوخيه ولا كاس. فوالا غنستفوها في الطاجين. ما خصناش نحركوها باش ما تحلش. كنظن بلا عرفتوا كيفاش كتنقاها نتوما، كتحيدوا ليها غير هذا وكتمسحوها بشي زويف باش تحيدوا لها داك الشوك اللي فيها، وكتشللوها وتخلوها تسقطر. هذا الشيء اللي كاين، راه ما كيتحيد منها غير داك العود. ما تلحقوش حتى الاخر، ها بحال هكا راه لذيذة. كتجي هاد السلطة ممتازة وقت الملوخية. أنا ما كان نديرش، ما كنسخاش بها، كنبقى مرة مرة نديرها لأن كتعجبني بزاف. عاد أولا لذيذة، وثانيا دابا غادي يبقى لنا المعدنوس من بعد نديروه. دابا غنغطي عليها نص تغطية، غندير لها هكا ونخليها. ملي طيب غنوريها لكم، غنطلع عليها نشوفوها كي ولات. بسم الله صافي، هيا وجدات. دابا غادي نديرو ليها شوية ديال المعدنوس فوق منها، تيبننها، وغنخويو عليها شي قطرات ديال زيت العود. وها الطاجين موجود. ها الطويجين موجود. دابا غنخوي عليه زيت العود هكا. بسم الله. دابا غادي نحطو شويه لكل فرد هكا غطير. بحال هكا وبالصحه والسلامه. وراها جات لذيذه غزاله سهله مهله. طيبوها بصحتكم وبراحتكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.